هاي السنوات هم يريدون، هم هذه الحكومات يريدون يوصلون إلى اتفاق، اتفاق حقيقي. كل سنة أنا خلال أربع سنوات كنت كنائبة، نعم، قبل الموازنة مثل هسه وفد من الحكومة يجي على أساس الحمد لله تقريب آرائهم إن شاء الله يوصلون إلى الحل، خلاص بعد بيوم الموازنة إحنا نصوت كلنا، لأنه الحمد لله حكومة إقليم كردستان وحكومة فيدرالية اتفقوا ولا يوم يتغير الموضوع. بعد شهر أعزائنا النائبات ونواب داخل مجلس النواب من الحكومة الاتحادية مباشرة ضد حكومة إقليم كردستان، ما نفذوا الموازنة هيك. أساسا أنت تعرف هذه الاتفاقية مو اتفاقية حقيقية، إذا كان فعلا اتفاقية ليش صوتوا عليه داخل مجلس النواب؟ إذا كان اتفاقية واقعية لازم إحنا نشوفها بصورة واقعية، وحتى داخل مجلس الوزراء لازم يصوتون على هذه الاتفاقية وبعد يوصل إلى حكومة إقليم كردستان.